مرة تانية رجعنا لكم بعد الفاصل. تذكرة صغيرة، عملنا ايه في الجزء الاولاني من حلقتنا النهاردة؟ عملنا شوربة البطاطس، قطعنا البصل وقطعنا البطاطس وحطينا عود كرفس مقطوع على حتتين سليم، وقلبناهم كلهم في شوية زيت، وزودنا شوربة خضار او ممكن نزود شوربة مية، وخليناهم على النار شوية. وبعد كده هو حطينا الشوربة وبنكمل تسويتها. كنا برضو ضربنا شوية التوابل بتاعت السمك اللي هو اللايت سبايسي فيش، اللي هو سمك خفيف تتبيلته خفيفة، زائد ان هو سبايسي حراق او حريف. ادي السمك وادي التتبيلة اللي احنا عملناها. ناخد شوكة بس كده هو، وناخد السمك ونتبله بيها. بالطريقة دي ونقلبه كويس عشان يتشرب من كل حتة في قلب التتبيلة أو من التتبيلة. في طريقتين ممكن نعمل بيهم السمك ده، يا إما نحطه في ورق فويل ونحطه في الصينية بالتتبيلة بتاعته ونسويه في الفرن، أو نحطه في صينية ونغطيه وندخله برضو الفرن. كلا الحالتين النتيجة كويسة. ناخد حتة ورق فويل صغيرة وناخد سمكة الفليه اللي عندنا بالطريقة ديت. ممكن نخليها في النص ونروح قافلينها بالطريقة دي. نقفل عليها ورق الفويل كده هو، ونخليه حواف علشان التتبيلة ما تقعش في الصينية ويبقى محافظين عليها في قلب قطعة السمك كده هو. ادي الصينية بتاعتنا، خليها كده هو وندخلها الفرن بتاعتنا. الفرن بتاعنا لازم يبقى سخن واخد درجة الحرارة بتاعته ونسوي فيه السمك. ما ينفعش ندخل حاجة في الفرن بعد كده نستنى ان الفرن يسخن وياخد درجة حرارته، كده بنعرض الحاجة بتاعتنا درجات حرارة مختلفة ما بتبقاش كويسة. نبتدي نجهز البطاطس بتاعتنا اللي هتطلع جرنطيرة مع السمك. نجيب سكينة صغيرة ونقطع البطاطس. نديها نصين ونقطعها بالشكل ده. ده احنا بنسميه تورنيه او شكل برميلي. و بتبقى بالشكل ده. الناحية التانية او النص التاني من البطاطس ندي بس تقليبة للشوربة، اكيد الغطا هيبقى سخن. ممكن نزود بقى حاجات من عندنا بس ده الاساس بتاع شوربة البطاطس. ممكن نحط شويتين حبهان، ممكن نحط ستيكة، بتبقى طعمها كويس. تمام،
نرمي ده كده و ادي بطاطس ممكن نعملها. ممكن في طريقه تانية برضو نعملها بيها، نشيل دول كده اهوت علشان تقدروا تشوفونا. نقسمها نصين صغيره، بعد كده كل نص ناخده نصين، كده احنا عملنا شكلين البطاطس بتوعنا، اللي هي البطاطس التورني او الشكل البرميلي والبطاطس الويدجز بتاعتنا. نجيب حاجة نسلق فيها البطاطس بتاعتنا، تمام. نجيب احنا محضرين في مية سخنة معانا، شوية ملح، ونقلبهم عشان نسلق فيهم البطاطس بتاعتنا. مش محتاجينها خلاص، ننزل البطاطس وادي ونروق مكاننا عشان نبتدي نشوف هنعمل ايه في اللي جاي. ناخد سلايزين ليمون ونخليهم في قلب البطاطس علشان تاخد طعم الليمون. شوف الشوربة بتاعتنا كده كأنها عاملة بالظبط زي البطاطس البوري كده، تمام. استوت بقت مهروسة، نشيل الحاجة اللي احنا مش عايزينها تلون، كرفس، ونشيل ورق اللور كمان. ادي الورقتين اللي احنا كنا حاطينهم. نقفل ديت، ناخد نجيب الميكسر بتاعنا ونبتدي كل ما هنضرب زيادة كل ما هنلاقي البطاطس او الشوربة ابتدت تغلظ. ممكن نزودها شوية مية لغاية لما القوام بتاعها يتظبط. نزودها شوية مية ونوصل الجهاز بتاعنا تاني. نضربها كويس عشان ما تبقاش فيها شوية بطاطس لسه ما اتضربتش وتعمل بوريه. كده شوربة
الشوربه بتاعتنا استوت او ضربت بقت جاهزه، ونظبط الخلاط بتاعنا. نرجعها تاني على النار على ما تغلي، نكون ابتدينا تمام. البطاطس بتاعتنا ابتدت تستوي، احنا مقطعينها رفيع. تشوف كبشة هنا اهي، و نديها تقليبة ونشوف تمام. محتاجين القمح بتاعنا علشان نصفي بيه كده. الشوربة بتاعتنا فاتحة كده، ما حطيناهاش اي حاجه في طاري. ممكن الناس اللي صايمه او الناس الفيجيتيريان ما يحبوش اي حاجه بالبروتينات، ممكن يعملوها بالهنا والشفا. ادي الشوربه بتاعتنا، نحط دي كده. بعد كده نجيب الطبق بتاعنا وننظف مكان الحلة بتاعي. ادي طبق الشوربة، ممكن ادي الكريمة بتاعتنا. ونحط لها ورقة بقدونس خفيفة أوي. بعد كده نشوف طبق السمك بتاعنا. آدي الصينية خلصت، نجيب نسقيها آدي سمك. نجيب الطبق بتاعنا، نصفي بس شوية حاجة من الاتنين، عايزين تغرفوها بالفويل عايزين تغرفوها من غير الفويل، الاتنين واحد، انتوا واللي انتوا عايزينه بمزاجكم. واحدة وادي التانية كده. بقى احنا جهزنا الطبق التاني بتاعنا، وزي ما تعودنا ديكور خفيف او جرنش خفيف للاطباق بتاعتنا، ونتمنى لكم وجبة هنية. نشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله. سلام.